بعض الناس يقول لك إما أن أطبق الإسلام 100% أو لا أطبق شيئا، لأنه يقول إذا أنا عملت معصية وصليت كيف أنا أعمل معصية وأصلي؟ يا أخوة بارك الله فيكم، الله، لا يوجد أحد على وجه الأرض كامل، ما في أحد كامل، كلنا يخطئ وكلنا ذو خطأ. فلو أردت أن تكون بلا خطأ وبلا معصية لن تكون بشرا. فلكن انتبه لهذا الأمر، الصلاة صلاة، الصيام صيام، الزكاة زكاة، الحج حج. فأنت يجب عليك أن تأتي بالواجبات وأن تبتعد عن الحرام. فإذا أتيت بحرام هذا لا يعني أنك تترك الواجب. وهذا الكلام إما أن أطبق الإسلام 100% وكله صحيح أو لا أطبق شيئا، هذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان. فلهذا تسأل أهل العلم، هل أهل التقوى وأهل الإيمان يعصون الله؟ فقالوا نعم يعصون، ولكنهم يستغفرون ويتوبون ولا يجاهرون بالمعصية. فالإنسان ما يجاهر بالمعصية. هذا بارك الله فيكم، انتبهوا، ربنا غفور رحيم وربنا يقبل التوب وربنا يغفر، ولكن عليك أن لا تترك واجباتك حتى ولو قصرت في الطرف الآخر، لأن صلاتك ستنهاك إن شاء الله عن فعل الفحشاء والمنكر. وأما قول الناس لا صلاة لمن لم تنهه صلاة، فهذا كلام غير صحيح ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم وليس حديثا، نسأل الله العافية والسلامة.